مشاهدينا في كل مكان، معكم اليوم في ملعب الاتحاد حيث تقام مباراة اليوم من كبيرة التعليق، معكم فارس عوض. واليوم نحن على موعد مع مباراة ضمن منافسات الدوري الإنجليزي، فريق مانشستر سيتي في مواجهة برايتون. نريد مباراة قوية وكبيرة من الفريقين، نتمنى بأن نستمتع بهذه المواجهة قدر المستطاع، وأن يحاول كل فريق أن يقدم كل ما لديه في ظل أجواء رائعة ومثالية. تواجد دي بروين في فريق يعطي الأفضلية الكبيرة في الملعب، لأنه ليس هناك لاعبين كثيرين في العالم بمواصفة دي بروين. تكلم عن صناعة اللعب، عن التسجيل، عن خلق المساحات، عن صناعة الفارق في المباريات مهما اختلف الخصم ومهما كانت الصعوبة. تشكيلة مانشستر سيتي في مباراة اليوم نشاهد الآن على الشاشة. في المرمى راح يتواجد إيدرسون، كايل ووكر سيلعب إلى جانبي كانسيلو في الخط الخلفي، دي بروين سيبدأ مع برناردو سيلفا في قلب خط المنتصف، وفي خط الهجوم سنشاهد الكونا غويرو. ولا مشاهدين مع تشكيلة برايتون في مباراة اليوم، يلعبون بخطة 5-3-2 في هذه المواجهة. انطلاقة المباراة من عند السيتيزنز. رودريجو، كرة بيخلصها المنافس، طرف الملعب متاح للتقدم، تنافس مستمر على الكرة. جواو كاسيلو، ملعوبة الكرة إلى رودري، سيرجو أغويرو، كرة مع دي بيعدي فيها، فرصة الآن، كرة بتضرب في القام، صارت في يد حارس المرمى. العارضة تقوم بالدور، العارضة لا تخون هذا الحارس. الله على تصدي، تنفس السعداء، وجد الكرة أمامه وبين يديه. كرة عند مانشستر سيتي، كيفن دي بروين، هذه هي فرصة هدف، هدف أول الآن، هدف مبكر من بدري سجلوها، أشعلوا المدرج، بداية قوية هنا، المباراة الآن بنقطة تحول كبيرة. يا رب دي بروين يسجل، طلقة من السلاح البلجيكي، كرة في الشباك، الله على النهاية. هدف أول في المباراة، تقدم الآن بهدف مقابل لا شيء. باسكال غروس، داني ويلباك، الكرة تقترب من دفاعات الخصم، داني ويلباك ماذا أهدر في هذه اللقطة؟ أنت أمام المرمى، ماذا تريد أكثر؟ موقف الواحد على واحد، لا يمكن أن تضيع هذه الكرة، فرصة مثل هذه سهلة جدا. داني ويلباك، تمريرة فيها من الذكاء الكبير حقيقة، مازال يبحث عن المساحة، يرسل الكرة في الخلف. أوهو، فرصة خطيرة جدا، راح وضرب الكرة براسه، لكن وين التوجيه؟ ضاعت الكرة، راحت الكرة.
دي بروين يعترض الكرة ويستعيدها لفريقه. برناردو سيلفا، دي بروين، الكرة ما زالت عند الكويرو. برناردو سيلفا، جواو كانسيلو، الكرة تعود إلى الخصم، يبعد الخطورة. دفاع منظم على خط المنطقة بدون أي اندفاع. برناردو سيلفا، تمريرات سريعة، محاولة لخلق المساء، تصدي رائع من حارس المرمى. شوف الإعادة، كان يتمنى أيضا هذه الكرة تريح أعصابه وتوسع الفارق وتقرب الفريق أكثر من الفوز في المباراة. كيفن دي بروين بيلعبها في منطقة الجزاء، كرة بتتخلص من المنطقة، كرة رأسية والكرة في التماس. فرصة لإرسال كرة عرضية منتظرة، أرضية لا تأتي بالخطورة في النهاية. أصحاب الأرض يسيطرون، يفرضون أسلوبهم على المباراة في الربع ساعة الأخيرة، يحاولون تسجيل هدف توسيع الفارق. فرصة خطيرة الآن، أوهو طار لها طار، الكرة حطها براسه، حط الكرة في الشباك. نشوف لعبة الهدف مرة أخرى ونشوف كيف اللعبة العرضية، وبعد ذلك يأتي الإنهاء الرائع، رأسية جميلة من فوق حارس المرمى. إذن عودة للمباراة مشاهدين الكرام، والنتيجة الآن هدفين مقابل لا شيء. سيرجيو أغويرو، آدم لالانا، داني ويلباك، مرور ممتاز من ويلباك. يا لعيب، أي تصدي، أي روعة، أي قوة. ركنية باتجاه المنطقة، تبعد الكرة من أماكن الخطورة. رودريغو، جواو كاسيلو، ملعوبة إلى الكرة، أغويرو، برناردو سيلفا، كيفن دي بروين، كرة بتصل لأغويرو، بتدخل شرعي يستعيد الكرة في المناطق الخلفية. آدم لالانا، داني ويلباك، شوف الاحتكاك البدني، شوف محاولة استخلاص الكرة. رحيم ستيرلينج، بينية خطيرة، رحيم ستيرلينج، انطلاقة متسرعة كانت نتيجتها تسلل، وبالتالي لا خطورة على المنافس. داني ويلباك، تدخل خاطئ في هذا التوقيت، ممكن أن نشاهد بطاقة. كارت أصفر في وجه لاعب السيتي بعد المخالفة السابقة. آدم لالانا بيخلص الخطورة عن مناطق قريبة جدا. الشوط الأول ينتهي بهدفين نظيفين. ينطلق الآن شوط المباراة الثاني وسط أجواء كبيرة.
داني ويلباك، خطأ موجود وقرار سليم. داني ويلباك، باسكال جروس، وايت، باسكال جروس يتقدم نحو المرمى كالصدي ولا أروع من حارس المرمى. شوف ردة فعل المدرب الآن، لا تحتاج لأي تعليق بعد ضياع فرصة ثمينة جدا في المباراة. ركنية في المنتصف، الكرة الرأسية لتمر فوق العارضة مباشرة خارج المرمى. يا لسوء الحظ في هذه الكرة، أعتقد بأن الكرة في المرمى لكنها ضاعت، كانت قريبة. لم يتبقى الكثير من الوقت، شوف المدرب الآن اللي يبحث عن دماء جديدة في هذه اللحظات لتعديل النتيجة قبل فوات الأوان. كايل ووكر، سيرجيو أغويرو، كيفن دي بروين، نقل الكرة باتجاه محرز، فرصة كبيرة الهجمة مرتدة ممكن تشكل خطورة. تقدم ممتاز باتجاه المرمى، قراها بشكل سليم، يقطع الكرة بدون مشاكل. يلعب الكرة بدقة كبيرة بالملي السلام، يعرف كيف تخرج ومتى تخرج وأين تصل. الله على الكرة، تدخل نظيف يفتك الكرة بدون أخطاء. آدم لالانا، تدخل ممتاز، تخرج الكرة للتماس. بطبيعة الحال المدرب راح يخاف من الكرت الأحمر ولذلك يجري هذا التغيير بعد حصول اللاعب على كرت أصفر. كيفن دي بروين، ملعوبة إلى رياض، دي بروين الآن مع سيرجيو أغويرو، رياض محرز، تسويب الآن يوقف حارس المرمى. كرة تصل إلى ضربة ركنية، المدرب راح يدفع بلاعب بديل في الدقائق القادمة. ركنية تنفذ في منتصف الثمنتاش، جون ستونز بدون اندفاع الآن، دفاع ملتزم على خط المنطقة، محظوظ الدفاع كان في اللقطة الماضية، كرة كادت أن تسكن المرمى. انطلق أغويرو، تقدم أغويرو، بيلعبها بالكعب ومحاولة ولكن كرة تصل إلى الحارس، والآن تخرج إلى ضربة ركنية.
كيفن دي بروين بيلعبها في منطقة الجزاء، رأسية بعيدة عن المرمى، افتقدت للدقة، لم يكن فيها التوجيه المناسب. الكرة تحتاج بالتأكيد إلى تمرين أكبر من اللاعبين. ثلث ساعة فقط تفصل عن نهاية المباراة. مدير الفني للفريق الضيف أعتقد حسم أمره، حسم قراره، رح يجري التغيير في هذه اللحظات. باسكال كروس، الله على اعتراض التسديدة. كايل ووكر بيخلص الكرة في الوقت المناسب، يتدخل ويقطع الكرة. باسكال كروس، كرة بيخلصها المنافس، تمرير على الطرف، معروف بتمريراته، اليوم يتقن هذا الأمر بشكل ممتاز. برناردو سيلفا، كيفن دي بروين، أغويرو يتراجع من أجل أن يبدأ الهجوم لفريقه. جواو كانسيلو، تصل لبرناردو سيلفا، استخلاص رائع الكرة وإيقاف الهجمة، فرصة لكرة مرتدة سريعة. على القائم الثاني بكل أريحية ينجح إيدرسون في التصدي للكرة. 7 دقائق فقط وتنتهي المباراة. كيفن دي بروين، تصل إلى أغويرو. كيفن دي بروين، تدخل اللاعب يفقد الكرة، يتقدم فيها، يقترب من مناطق الخصم الآن. فرصة لتقليص الفارق بكرة خطيرة. أوهو، صدق أو لا تصدق، هذه الكرة ضاعت. أي تصرف غريب في التسديدة، شوف اللعبة كان قريب من حارس المرمى. شايف البدلاء وعمليات الإحماء، المدرب بدأ يفكر في تغيير ودخول لاعب. فيران، 5 دقائق وقت بدل ضايع، راح تكون طويلة على الفريق صاحب الأرض والجمهور. اقتربنا من النهاية، الكل ينتظر، المدرجات تغلي غاضبة بسبب تأخر الحكم في إعلان نهاية المباراة. باسكال كروس، انطلاقة سريعة بالكرة، يتقدم فيها، حارس المرمى بيسيطر عليه بكل هدوء. تنتهي المباراة الآن وثلاث نقاط تضاف لرصيد مانشستر سيتي. فوز بنتيجة ليست كبيرة، لكن الفوز فوز في النهاية، والثلاث نقاط بالتأكيد حصدها الفريق بالكامل.